يا ويلي هريس. حدا بعت على هريس خمسة طلعوا 27 76. اهلا اهلا حباتي. 140 186 232 271 304 338. يلا يطلع هذا، بدي اخبركم شيء اليوم ضروري تسمعوه. 411 432. تعا عاملين هريس. الله ما سمعتوا على الواتساب، والله عم تخجلوني. وين صرت ماكل هريس القمح للركب؟ 509 صاروا 509 عم بيحضروني. اوكي ما حبلش، ننطر شوي. شكر فئات الاعزاء، هزوا براسك هزه. 575 العالم مش فاضي يعني. بعيد 621. يلا اصل العالم مش فاضي. طلع جايب شو اسمه هند، جايب هذا معاك المعقم. ما في برا معقم، ما بيأثر. العالم ما فيش. 701 يا الله. طب يلا قلنا. حاضر يا خليل احمد، راح اقول لك. قالك قال رو. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. بدي أحكي شغلة صارت معي يا جماعة، ولازم تتنصتوا جدا وجميعا على الموضوع. أول شيء أنا لأنه ما طلعتش بمحرم أبدا لايف، كنت خارج الأراضي اللبنانية، وعظم الله أجركم بمصاب أبي عبد الله جميعا. من حق الوردي هنا يا ويلي، أني بس جيب حدا. الموضوع اللي بدي أحكيه، غادرت أنا البلاد من برا يوم الخميس، كنت جاي على لبنان. عم تسمع ولا مش عم تسمعوا؟ لألكن قصتي شو صارت. جاي صار واحد كاي موتي يا مريضة. جاي على مطار رفيق الحريري الدولي بيروت يوم الخميس، كنت بوصل على مطار لبنان الساعة 1:15 الظهر. فبتعرفوا عبد الله، الله يحميني ويحفظني، جاي على هالمطار مثل الشاطر، متقم زبط حالي الفونديشن للركاب. بوصل على المطار، بتعرفوا ازدحام مطار وكورونا وفحص الكورونا وهالقصص. بس قبل ما نفوت على فحص الكورونا، شو بدكم تعملوا؟ بدكم تعطوا الباسبور، في عنا ختم على الجوازات. يقوم يا طويلين العمر، اعطيته باسبور، قام هيدا اللي بالامن العام يقبرني يا خيتي الهضامي في ديتك، بكون عم يحضرني ان شاء الله، بكون عم يحضرني. اعطيته الباسبور، قام طلع هيك اخذ الباسبور، كيفك يا عبد الله وسلم وما بعرف شو. واذ شي يقول، يقول لي عبد الله في عليك مذكرة بحث وتحري. الله صدمتوني يا خويا. فقمت طلعت انا هيك، فكرته عم يمزح عم يعملها فيي انه انا بلت وبعجن كتير يعني على اللايفات وكذا. قال لي والله يا عبد الله في عليك مذكرة بحث وتحري بحقك. قالت عليك على وجهك. قلت له انا عن جد عم تحكي زهر، انا مبسوط ومبتسم وهيك. قمت يا صح صح يا طويل العمر، قلت له طيب اوكي، بس شو السبب اللي علي؟ قال لي هون ببين مذكرة بحث وتحري. شو عاملين؟ مفجرين المرفي؟ شو عامل اللي يتقبرني يعني؟ ما بعرف انا هلا. اوكي غلطانين بحد، بدنا نعرف، لازم نعرف، ما بيصير كذا. لا قام قال لي انا اللي عندي انه اقول لك عليك مذكرة بحث وتحري. فهلا بدنا شو نعمل؟ انه بده يتم تحقيق، لازم بدي تحقيق. قلت له بس ليك انا عندي متابعين يتبحش له، ما بيصير ان شاء الله بتكلبجوني وتاخدوني قدام العالم تظهر، وانا معود اظهر اعمل لهم باي.
وصل الفتى الذي يحبه الجميع. قال لي لا اكيد انت عندك متابعين وكذا وكذا وكذا. قلت له برافو عليك شاطر يا لب قلبك، فديت الامن العام يا شباب، الامن العام طول محبوبي طول. يقوم نزل هو من محله، قال لي تفضل يا عبد الله بكل ادب واحترام، الله يرضى عليه بيعطي له يرضيه. المهم فوتوني عند المحقق، يا خيط المحقق فديت المحقق، اهليته كلها بتحضرني. قام طلع في المحقق قال لي ها انت ولو يا عبد الله، شوف يا عبد الله. قلت له علمي علمك، وصلوني لهنا شوفي اللي شوفي. يلا قال لي يلا تفضل يا عبد الله، بس قبل بده يجي الدكتور. قلت له اوكي جيبوا الدكتور. بيجي الدكتور عشان شو؟ عشان يشوف كورونا ما كورونا. قبل ما قعد طاقم المطار كله لانه جايين من السفر يعني. بو حسين خراس، في واحد اسمه بو حسين خراس، عشو عم تحضر كمين؟ مش قاعد عم ضحكك انا بالبيت سامع عم بحكي قصتي مالت عليك وعلى وجهك ذالف بحق هذه الليالي المباركة عدمنا ابو حسين. المهم اجى الدكتور، قام فات الدكتور هيك قال هو طلع هيك الدكتور بيقول لي بدك تضلك تتبجوى. هو قال لي هيك ويا ويلي بلسان من علق. طلع الصوت هنيك الرقيق، قلت له ممنوع تفحصني يا دكتور، حطوني برا، فوتوا لي هذه لهنا ولهنا وخلصنا. زعبنا الدكتور لانه ما عجبناش. المهم كبسوا هيك، قال شو اخر شي طلعت؟ حذروا شو طلع حكمي يا جماعة الخير. طلع حكمي يا طويلين العمر، طلع حكمي انه انا عم بفتح لايفات وبحكي مع الفانزات، بس شو عم بهدل الدولة. شو اسمه الجرم؟ شتم المؤسسة العسكرية. قال أنا عم بشتم وبحكي طار وبدعي عليهم وهالقصص والروايات. قلت له لسه صار 50 سنة بطلع لايفات، هلأ بكر لفقته ولو بكر. قال والله هيك الحكم يا عبد الله، عم تحكي على اللايف طالع نازل، شو بدك بالاحداث؟ خلصني. مهم حكوا ادب احترام كله، الاب وجه له كل التحايا لا المديرية العامة لقوى الأمن، لا العام، شو قوى الأمن العام ولا الأمن العام ولا شو هني مطرح منروح نعمل جوازات سفر، الأمن العام. مهم مش هيك؟ ها؟ المديرية العامة للأمن العام. ايه قولي هيك المديرية العامة، أنا بعرف فيهم يعني. المديرية العامة للأمن العام. ايه والله. قام شو؟ قال بده ينقلوك يا عبد الله لعند الأمن العام على السياحة مطرح ما هني موجودين. قلت له امشي نقلوني، بس تاخدوني في تكييف، انا مش معود بلا مكيف، مش تحطوني بهالبوكس وما بعرف شو. لا والله بكل ادب لوين وصل معاهم كربجونش، برافو عليهم فديتهم احبهم، وما قعدونش بالصندوق. تعرف مشهور طبعا، عندي فانزيت عم تحضر، ما 1007 بتجيبي 1007 انت هرمي بتجيبش. أخذوني ما شاء الله. زهراء محمد مشحر على الحكم. اي والله يا تقبرونه. رحت لهونيك امن العام، بتعرفوا انا كل الدنيا بتعرفني، يا عبد الله شو عامل، يا عبد الله شو عامل، جيبوا لي قهوه بدي روق حبيباتي. فديتهم شربوني قهوه كمان، دخنت فديتهم. المهم هلا انا اللي بدي اوصلكم اياه للفكره اللي انا ابغى اوصلها. اهضم شي ماخدين معي وحده، قال كانت وحده قلت لها انت من بنجلاديش، قلت لها ولي شو بكي انت شو عندك؟ لقيتها هونيك قال ماخدين على الامن العام. انا ضربت مدام، قلت لها قولي عن جاي على لبنان كمان؟ ضربت مدام، كيف مضلعينك من الطياره؟ ضربت مدام، ضربت مدام، كسر كتف يمين فقر عين شمال، برافو عليك يا حبيبي. يعني دغري جايه ابو حسين يا ريتك ما كلك شيء. كتبنا الولد النشره كان يزرع يصير يقرا، فشرت بعينك اللي مد ايده علي حبيبي. ايه والله فشفتوا، لحتى قال لكم لما اطلع انا احكي واحكي واحكي كنت ضلني اقول يلا ارفعوا علي الدعوه قاموا حققوا لي امنيتي. بس انا بالنهايه يعني بس لانه المعامله الحلوه اللي عملوني اياها والطريقه الحلوه اللي عملوني اياها، فحق كل واحد يعمل معاي منيح، حق اني اطلع انا قدام الناس كلها
وقول لهم قديش انكم مذوقين للمديرية العامة للأمن العام، مذوقين وخلوقين وحبوبين وكل شيء كل شيء. وعلى رأس هال على رأس من اللي وقع عباس إبراهيم، أنا كذلك الأمر عن جد يا اللي وقع عباس إبراهيم، أنا ما بخبرك كيف بدي أتشكرك. أول شيء عارفين تنقوا مين تحطوا بالأمن العام يا شباب، الأمن العام عارفين متنقوا كلياتهم أدب وأخلاق من كل الأقطار اللي جاية، ما حدا قال لي به، وكلهم طلعوا فيا الله يا عبد الله ما أحليك، الله بنحضرك وما بعرف شو، بنحضرك وما بعرف شو. فأنا على رأس المديرية العام الأمن العام اللي وقع بس إبراهيم، يعني أنا ما بعرف كيف بدي أتشكرك. أنت القيادي والشباب اللي تحت منك كذلك الأمر، كلهم أدب وكلهم أخلاق واحترام. ذاك هذه نادو بتقول لي مش صرت مجرم، ايه مجرم على حق مجرم، ايه شو طلع اصلا مش عارف عن شو طلعنا بحكاينا كذا على الدولة. بتعرفوا قديش لساني طويل انا، بتعرفوا انتوا، عرفتوا كيف؟ ايه والله يا حبيبات قلبي. ف هلا بلشوا يبعثوا يطمنوا، قال الحمد لله على السلامة، صلوا على النبي، قاعد ببيتي يا حبيب بيتي. لا لا بلشت تبيض. يا ويلي ابو حسين يا عمي، هالتحميل المسمي من جايبه لعندي على اللايف يا ابو حسين؟ خلاص طرق دالف بايخ، اطلع من راسي. اي اوكي، فعشان ما اطول عليكم الحديث والموضوع، انا فتحت اللايف بس كرمال اتشكر الامن العام تشكر رائع جدا جدا جدا. لوعب بس ابراهيم احبك من كل قلبي، فديتك يا لب قلبك على الاعمال الحلوه الغيرانين والمقهورين منك، تركهم يقعدوا ويبلطوا مطرح ما هني يا حبيبي، فديت روحك وان شاء الله بنشوفك باعلى واعلى 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 المراتب يا عمي. خلاص امي هسه كريمه هنا ايه بدنا شيء يا حبيبة قلبي. شو القصة؟ بليز حدا يخبرنا وين كان يا شيرين وسيرين، وين كان؟ هي قربتنا اللواء فاطمة حسن. ايه فاطمة حسن قولي له اللواء بلاك عبد الله بس تكون فاضي بعت وراه، يبغى يشوفك ويتشكرك على المعاملة الحلوة. حبيب قلبي يا سيادة اللواء، ان شاء الله تكون بتحضرني، اهم شيء ان شاء الله تكون بتحضرني. اذا كنت بتحضرني بس اعمل لايك. لكن فتوات كان مذكر. يا الله لا يا مدام، مدام سعد الضناوي، لا لا بخافوش على حالهم. لا ليش الانسان المحترم والانسان اللي بيعمل بطيب اخلاقه ليش ما بطلع نشرشح؟ لا بطلع بشرشح ولا ببهدل، قديش صاركم بتعرفوني انتو؟ عرفتوا مثل انا طلعت بغلط باللي بيغلط فيي، بس ما غلطتش بحدا من شو اسمه، ما غلط بحدا من قبل، انا اللي بيغلط فيي بغلط فيه. وهلا واللي بيعمل معي منيح عم بطلع، كل واحد عم بعث لي فيديو تشكرات لإلي عم نزل له اياه وبمدح وحبيباتي وعيني وروحي وقلبي. وهلا نفس الشيء بتشكر المؤسس لانه عم تعاملوا معي معامله رائعه كيفت. انا تمنيت كم من نام عنده شيء 14 15 يوم، كنت تعرفت على شو اسمه، كنت تعرفت عليهم واحد واحد اكثر حبيبات قلبي. فبنهايه بديش اطول عليكم لانكم بدكم تروحوا تحضروا المجالس، فكذلك الامر عرفتوا كيف ما عم بيقولوا انه هذا انا بتطول لانه بلش شو اسمه السيد بده يحضروا. فهذا هو لحظه لنشوف. مساء الخير والسعاده والعافيه والسرور وعطور الزهور يا عبد الله، انا بيقربني ها. المهم يا سيادة اللواء يا حبيب قلبي، الله يرد عنك يا لواء إبراهيم، الله يرد عنك يا حبيبي، وإن شاء الله كل الغيرانين منك ربنا من عنده يخصف الأرض فيهم، قل آمين. شوف شوف لنا رملاء إذا علينا شي بشرفك، رملاء وشو اسمه؟ تأكد يا عبد الله. حبيباتي عظم الله اجيكم الكويت، اجيكم عظيم. فان شاء الله بالنهايه خلصنا، خلصنا خلص. لا معش عبد الله الولاء استوك النار السبت ولا كفي ولا مطورة هيدي لا يا آية مش مريم، لا زهراء، زهراء كان فيها زهراء مرته لعلي حميدة.
الله يحميك من تونس. شكرا علي حمد. يا خيتي كوثرية السيد. اه يا سيادة اللواء، هي من عندك من كوثرية السيد، اعملني ضابط. السلام عليكم يا لك في الله. وصفنا تبليغ ما عشت تنفخي يا قلبي، لو سمحت ست هند الله يخليك بلاش خلق. عبود اشتقنا، تشتاق لك العافية. ان شاء الله بس يخلص بعد العاشر بنرجع لللايفات مثل ما كنا بالاول، بس هلا انا قلت فتحت بس كرمال كذا لانه طلعت وخلصت ورائي وكل شيء، فعشان هيك قلت بدي اطلع اتشكر، انه ما بدي تبيت القصه، بدي اطلع اتشكر اللواء عباس ابراهيم وشو اسمه والامن العام تقبرني في ديتك يا لواء، يا تقبر قلبي انت حبيب قلبي، فكل واحد غيران منك وكل واحد مقهور منك، ان شاء الله بتضلك شوكي بعيونهم يا رب، ان شاء الله بيمشوا بالشوارع مثل المجانين، بنشوفهم بالعصفورية واحد واحد اليه محبسين. رملة بدبي عن جد اهلا وسهلا فيكم. مروة نحلة اهلا وسهلا. عبد الله انا كثير بحبك. شكرا. شو يا علي؟ اوكي العلي عم بيقول تشكر المحامية. اي حبيبتي يا محامية كذلك الامر، بتشكر المحامية دانيا عبد الفتاح. ميرسي ميرسي يا ست دانيا عبد الفتاح، كذلك الامر اذا كنتي عم تحضريني يا ست دانيا فبتشكرك كثير على السعي اللي عملتيه. منتظر الضوء انت وراقدي كمان. الو 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 وين صرت؟ الو الو وين صرت؟ هيني صرت قاعد ببيتي، اذا شفت اللايف تعي نعتر اشربي قهوة معاي حبيبة قلبي يا ست دانيا. وكلوها قوية شاطرة. طولت عليكم، يلا روحوا عندكم تحضروا السيد وعظم الله اجركم بمصابي ابا عبد الله الحسين. لايف صغير بس حبيت اني اوجه تحيه كبيره للواء عباس ابراهيم. لازم لازم يا سيادة اللواء اذا كنت بتحضرني تقبرني، بديش وصيك بس ابعث لي سياره او ابعث لي اللوكيشن انا بروح لعندك تقبرني، اذا عملت هريسه ابعث وراي كمان يا بعد عمري. تصبحون على الف خير في امان الله ومأجورين جميعا، احبكم من كل قلبي.